هذه هي. هل يكفي التضامن بستوري ولا بوست ولا هاشتاج؟ يعني هل هذا هو التضامن بالنسبة للأشخاص اللي نحن عم نحكي عنهم المؤثرين؟ ماشي، هذه همزة وصل، همزة وصل دير ستوري. ولا كاين اشخاص في حومتهم بلا ما يكونوا مؤثرين هما ياثروا على الحي ديالهم. صحيح اكيد فهمتني، صح اكيد. لازم تكون انت مؤثر باش توصل هذه الرساله للشعب. لا، كان كل واحد ولا كل لجنه الاحياء برك هنا في العاصمه ولا في اي ولايه اللي ماشي بالضروره يقدروا هما يتجمعوا. يعني كان فورغونه صغيره فيها الماء ولا فيها جمع الاموال ولا ادويه ولا بومات. اجازت علينا هذه المحنه، ما ناش جدد في هذه المحنه. صح. اجازت علينا ورحنا وربينا طلبات، وربي ان شاء الله يخليها في ميزان حسناتنا كامل كيما رانا، باسكو كاع رانا مشاركين. ان شاء الله. سي لو مومون ترحموا على كاع الشهداء اللي توفوا في هذا الحريق هذا اللي شمل عده ولايات. ورانا متضامنين مع العائلات ان شاء الله هذوما اللي قاستهم ثاني. ماشي ساهل، ماشي ساهل. صحيح. كما يقولوا الانسان قلبه راه يحرق، ما راهمش وحدهم. صحيح. دونك حنا كمؤثرين ولا كاعلاميين ولا كفنانين، هذه هي الفرصه، سي لوكازيون. هذه هي الفرصه تاعنا باش حنا ما نقدروا نديروا والو بيدنا. باغ اكزومبل زعما نروحوا لتماك ولا حنا نطفيو الضماش، نقولوا نطفيو الضماش. ولكن ابسط حاجه انك تبارطاجي ولا دير ولا تشارك، دير المحتوى ديالك تحطوا كامل في هذه المأساة وفي هذه المصيبة اللي بلانا ربي بها مع المتضررين هذه. صحيح. إسلام هل عندك كيما نعم عفوا كمل فكرتك أكيد وبنروحوا إلى السؤال اللي بعده. وأنا كيما كل خبرة نختنموا الفرصة، يعني نختنموا الفرصة كيما كل مصيبة تصيب بلادنا واللي هي المأوانا الوحيد كيما يقولوا، ان نسيو نشاركوا ونضاعفوا مجهوداتنا باش يعني لو كان بحاجه صغيره، يعني لو كان الماء، لو كان قراعي تاع الماء، لو كان الباس، لو كان مناخ، اي حاجه اي حاجه راح تفيد هاد المتضررين ان شاء الله. اللي كيما قلت لكم قلوبنا كاع راه معاهم، والله غير راهو الحزن في بلادنا سورتو هنا في الجزائر. احنا معروفين بهاد العادات تاعنا اللي نتجمعوا فيهم واللي نكونوا حاجه تاع خير ان شاء الله. ان شاء الله. انا نطلب منهم كامل من كاع المؤثرين، على بالي كاين اللي دار وكاين اللي ما دارش.